وستبقى، وستبقى ذكرى شهداؤنا في دمانا تاجا على رؤوسنا ما حيينا. واليوم تحرص وزارة الداخلية على أن يشارك هذا الاحتفال عدد من أسر الأبطال، أبطال الملحمة الوطنية الخالدة 25 يناير 1952، الدكتورة ليلى تكلى زوجة البطل عبد الكريم درويش، الأستاذة منى ذو الفقار، منى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار، العميد طيار أيمن محمد عديل قائد، نجل البطل محمد عديل قائد، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات، السيد عبد الرحمن فاروق أبو زيد حفيد البطل الشهيد أبو زيد أحمد رزق،